دلوقتي ولا اي حاجه، لكن احنا مش عارفين. المفروض احنا بنسال السؤال. بص يا كابتن اسامه، المفروض ان الكلام ده جوه الغرف المغلقه، المفروض ان دي لجنه كوره. لكن انا اقول لك وجهه نظري اللي كانت من ضمن وجهه نظر افراد كتير، انا مش لوحدي. اللي هي على ايه ساعتها يعني؟ ساعتها في لجنه الكوره. القصه ببساطه شديده قصه خريطه. انت لما بتكون في لجنه الكوره في لجنه التخطيط بتمسك خريطه كده بتقول النادي الاهلي محتاج المراكز دي 1 2 3 4. انا كانت وجهه نظري ان النادي الاهلي كان محتاج 8 صفقات، تمام؟ قصه كهربا ببساطه شديده كان ناحيه الجناح الشمال كان تريزيجيه ورمضان صبحي. تريزيجيه كان متالق بشكل لافت للنظر، مزبوط. ورمضان كمان كان بيقعد له، يعني كمان كان ساعات بيقعد، تمام؟ عشان تجيب واحد تالت هيبقى كتير. لا، في مشكلة عند كهربا وهقولها لك برضو دلوقتي. كهربا ما يرضاش يقعد احتياطي. كهربا من الناس من اللعيبة اللي هي ده عموما يعني في أي حتة يعني. لا، وهو يعني هو طبعا وهو لعيب سوبر ستار طبعا، بس هيعمل مشكلة كبيرة لو جه وقعد. فاحنا الناحية الثانية لو جه في اي نادي وقعد، لو جه النادي الاهلي وقعد، كان تريزيجيه بيلعب ورمضان صبحي موجود ناحيه الشمال. الناحيه الثانيه بقى كان وليد سليمان ومعاه تقريبا كان ميدو جابر. على فكره انا بالمناسبه هكمل لك بس اتفضل. فاحنا في لجنه الكوره قلنا النادي الاهلي عايز حد ناحيه اليمين يكون مع وليد سليمان، يبقى لعيب صغير ولعيب بروميسنج ولعيب هداف. كان احمد الشيخ متالق ساعتها، كان هداف الدوري. الفكره توازنات، توازن مراكز توازن مراكز. اللي انا اكمل لك بقى كهربا بالمره عشان ايه هنرجع نتكلم.